السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. لو سمحت، زوجتي اجهدت من أكثر من 40 يوم وكانت راحت للدكتورة اليوم وقالت لها أنت كده تقدري تصلي وتصومي لأن الدم زاد أكثر من 40 يوم، بس اسألي الأفضل أهل العلم. فهل ليها اللي هي تصلي وتصوم أو تعمل عمرة تعتمر؟ إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. إذا انقطع دم النفاس أو دم السقط اغتسلت وصلت. والحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 يوم لا تصح. فالعبرة بالدم، الدم النازل الآن. إذا كان الدم النازل الآن، إذا كان الدم النازل الآن دم حيض صفته ورائحته امتنعت. إذا كان الدم النازل الآن دم جروح لا تبالي به،